عليكم. اليوم مش نتلاقى واحد صاحبي قالك اليوم نخرجوا ما عارفين فين نمشيو، حتى انا نشوف على الله تكون شي حاجه مزيانه شي خارج ليا هذيك، وعجبكم فيديو وتابونا اخوتي. المهم السلام عليكم. ها هو جا واش الله شحال ما تلاقيت، عرفتي شي ايام من زمان مش فان خايس فان خايف فان خايف فان خايف لا عزك شيخ دابا كيف لا عزك او با ياسين لين ماشي اليوم ياسين الف دار معهم لين ماشي ما عرفتش تريني واخوسي غنهضروا على واحد الموضوع مهم الحق خارج على داك الشيء ديال الرياضه فهمتي، ما دخلش في داك الشيء ديال الرياضه الحق الموضوع مضاقه ما انت تتابعونا اخو هنا دابا دابا حنا في البوست دابا نشبروا الطاكسي ولا الترامبيا خايا الترامبيا خايا ديالي والله ما احسن قال كارب بناني والسلام لا نشبروا الترامبيا ان شاء الله لا ولا حطوا معنا دابا شحال ما تريني قال لي لا تمشي تخرج معايا زري شي خارجه صدق قال لي نسولك وانا شحال ما تريني حتى فيه نتفرج معاه والسلام ما نشوفوش اللي كاين ان شاء الله الا سمعي المجا نرجع خايا سيتينا تريني معاك ارجع سيبو الا شحال ما تريني عرفتي ارجع طوري حبايبي انا واعدتكم انا نهضروا على ديك الموضوع المهم شي موضوع مزيان نهضروا فهمتي خارج على النطاق الرياضه المهم سبعونا حنا هذا الموسم ياسين سالا بطل قادم المهم بقاو معنا تشوفوا بقاو معنا غنهضروا على ديك الفيديو على الموضوع اللي بقيتكم قبيله موضوع من غير الرياضه المهم بقاو معنا حنا غنهضروا في هذا باش حاس قدامي يا اخا ياسين كرة الموضوع هذا اللي بغيت نسال السلام عليكم خوتي الموضوع اللي بغيت نقول لكم قبيله خوتي يعني واحد عام جمعوي هذا عام الخيري فهمتي كنشري مواليد الناس اللي ما عندهم شي والناس اللي محتاجه واللي ياتي بوغراني فهمت شنو مواليد كدا وكتوبه وكدا هذاك الشيء اللي خصهم وما كرهناش شي فهمتي بنادم اللي بغى يتعاون اللي بغى يتعاون يدخل الباج كدا وصردنا تما اللي بغى يتعاون كدا المهم حنايا ديك الساعه تناولنا في فلوك ثاني غنعملوا هادشي ان شاء الله غنبينوا هادشي هذا